السلام عليكم. اليوم 23 اكتوبر 2012، توا حاليا من 3 ل 26 دقيقه ثم فيديو توا هبط على الفيسبوك، بعض الصفحات التجمعيه قالوا انه ثم بلبله في شارع الحبيب بورقيبه وضرب كرتوش ونار، وثم شكون قال انه الفيديو هذاك نهار 26 فيفري 2011 وقت اللي صار اسقاط حكومه الغنوشي الليله الفاصله بين الخميس والجمعه. المهم احنا متاكدين انه ما فما حد شيء شارع حبيب بورقيبه حاليا، وهذه كلها فتنه. توا احنا حاليا في باردو قدام مجلس المستشارين، وهابطين لشارع الحبيب بورقيبه والشارع باريس باش نشوفوا شنو صاير بالضبط. دوريات توا قاعده تمشط، هذايا يظهر لي النجده السريعه، فما قبيريكا دوريات منطقه باردو، فما دوريات مشتركه. هانا هبطيت توا لشارع الحبيب بورقيبه باش نشوفوا واش فما. السلام عليكم، معكم نضال الجواجي. هذايا توا باب سعدون، احنا توا في باب سعدون في طريقنا لافينوي باش نشوفوا شنو حقيقه الفيديو اللي هبط. كما تراو باب سعدون ما فيها حد شيء، فارغه، دوريات كالعاده موجودين وحاله عاديه بالكدا. باش نكذبوا التجمعيين وانزال السبسي اللي يحبوا يدخلوا البلاد تحيط، قولوا لهم راهو لاباس. هذه باب سعدون، هذه الاري تاع باب سعدون، حاليا في باب الخضرة طريق البلفيدير، ما فما حد شيء، البلاد كلها راضيه والحمد لله. وكالعادة في طريقنا ليل 23 أكتوبر 2012 باش نمشيو لشارع الحبيب بورقيبة باش نكذبوا أخبار الاشتباكات الزائفة اللي هبطت في الفيسبوك وتقول إنه فما اشتباكات وفما إطلاق نار كثيف وغاز وفما قطع طريق وشعال نيران. حاليا ما فما حد شيء، طريق البلفيدير في طريقنا الباب الحرب. تحية تونس وتحية ثورة تونسية. ومحلى القعدة عالمي ومحنا الرضيع، محنا الثورة التونسية تضم الجميع، ومحلى الثورة التونسية تضم الجميع. ورجع لبلادي عبر الجبال، وين تتلاقى لبلادي عبر الجبال، وين تتلاقى ندادي بالساحة رجال، وين تتلاقى ندادي بالساحة رجال. يا أمي يا إخواني لا تحزنوا، يا أمي لا تحزنوا، أو نور الله في قلبي ما زال حي، نور الله في قلبي ما زال حي. ذلوا ما ذلينا وتعالينا، ذلوا ما ذلينا وتعالينا، ويا السبسي ارفع ايدك عن ارضنا، ويا السبسي ارفع ايدك عن ارضنا، والتجمع ارفع ايدك عن ارضنا، والتجمع ارفع ايدك عن ارضنا. يا امي يا اخواني لا تحزنوا، نور الله في قلبي ما زال حي، نور الله في قلبي ما زال حي. وهاكم تشوفوا ما فما حد شيء، شوارع تونس العاصمه الكل لاباس تخي بيان. تحية تونس، تحية الثورة التونسية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة. هيكم وصلنا توا لشارع الحبيب بورقيبة كما قاعدين تراو، دخولا على محمد الخامس. فوالا البلاد راهي إذا ما فما حد شيء، كما قاعدين تراو ما فما حد شيء، غير البلاد أمن مستتب. توا حاليا عندنا في المنقالة، حاليا توا الأربعة غير أربعة، الأربعة غير أربعة، البلاد ما فيها حد شيء، لاباس. هذا شارع الحبيب بورقيبة، ان شاء الله نتمكنوا من دخول شارع باريس باش نجلاو الحقيقه. نعاودوا نذكروا، هذا معكم نضال الجوادي من شارع الحبيب بورقيبه ليله 23 اكتوبر 2012. السلام عليكم. شارع الحبيب بورقيبه 23 اكتوبر 2012، الدنيا فارغه ما فما حد شيء. هذا ما يؤكد انه الفيديو اللي هبط قبل لحظات انه فيديو مفبرك، او بالاحرى فيديو قديم يوم 26 فيفري وقتها، ليله الفاصله بين الخميس والجمعه،
في لحظة إسقاط الغنوشي. به رينا قبيليك في الفيديو إنه فما نار تشعل بحذا نقطة نقطة الجيش. نقطة الجيش يعني بحذا الانترناسيونال. هذايا الانترناسيونال الانتر لا هذايا وين قالوا فما ضرب هذايا اليونيفير. عاودوا نذكروا احنا توا في شارع الحبيب بورقيبه ليلة 23 اكتوبر 2012. الامن مستتب والحمد لله، اما ان شاء الله ما توقفوش. هذايا شارع باريس اللي قالوا فيه الضرب. نكملوا طول ولا هذايا شارع باريس من هنا ما فما حد شيء. وهذايا باب بحر. هذايا وين القواس اللي قالوا فما ضرب وفما واحد. قدامنا دورية حاليا كيما تراو لهنا. نعاودوا نذكروا نهار 23 اكتوبر ليل 23 اكتوبر 2012 ما فما حد شيء في شارع الحبيب بورقيبه خلافا لما قاعد يدور. تحيه تونس وتحيه الثوره التونسيه. هذا هو قالوا فما ضرب وفما واحد. هيا القياس هذي والكياس فارغ. هذا وين شفنا في الفيديو النار تشعل الدنيا فارغه والحمد لله. هذا نقطه الميليتير سفاره فرنسا شارع نهج جمال عبد الناصر فرنسا. سفاره فرنسا كما قلنا شارع الحبيب بورقيبه. مش تحاولوا تعديوا قدام الداخليه ان شاء الله. طيب منو هذا شارع الحبيب بورقيبه قدام المسرح. شارع الحبيب بورقيبه كيف كافي باري زرا الافريكا. حاولوا كانك تمكنوا تفكسوا الكاميرا على التخطيئة.